السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو، آج ہم سیکھیں گے سورہ زلزال، تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بعن ربك أوها لها بأن ربك أوها لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.